أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول سطر. عندما تذهب إلى مملكة البحرين، أول ما تنزل من الطيارة لابد عينك تروح لمدينة المحرك، هذه المنطقة الجميلة اللي تحكوا فيها وتكلموا فيها. والهان يا محرق، ودور بالسكة ما حد يعرفني فيك يا محرق، ايش دعوة؟ الكلمات الجميلة اللي كتبها عيسى بن راشد. عندما نتذكر المحرق، المدينة الجميلة في ناسها، في سكيكها، في شبابها، في ملاعبها، في مدارسها، نتذكر عبق الماضي الجميل في تلك المدينة الجميلة، تلك المدينة التي حتى الآن عندما تذهب إلى المملكة البحرين الحبيبة لا يمكن أن تخفي عينك لحظة عنها. تتذكر المحرق واقف على بابكم والهان ومسير، ما حد عرفني فيك يا محرق، إيش دعوة؟ تسأل عن المحرق، نادي المحرق، نادي أحمد سالمين، نادي حمود سلطان، نادي ذلك النادي الجميل الذي كان في حقب مختلفة من عمر الرياضة البحرينية. عندما أتحدث عن المحرك تحديدا، أتحدث بعشق كبير لهذه المدينة الجميلة التي عشنا فيها لحظات ومرينا عليها مرور كثير، وقعدنا في سككها ولعبنا في شوارعها. المحرك، خلوني ما يخالف أتكلم شوية عن مملكة البحرين وعن المحرك تحديدا، لأنها تحمل ذكريات جميلة، هذه المدينة الجميلة التي كانت ولا زالت من المدن التي لا يمكن تسقط من الذاكرة. وكما يقولون يا الزينة ذكريني، بعد الفاصل ستعرفون من هو ضيفي. كان نجما متألقا في حراسة المرمى وأشهر الحراس العرب. من المحرق الجميلة ولد وعاش وتعلم وأحب الرياضة. لم يكن يهوى الحراسة في البداية، ولكن شاءت الأقدار أن يتجه لها بالصدفة ليكون أسطورة من الصعب أن تتكرر. جمع الإبداع والتواضع وحسن الخلق، عشق بلاده وضحى من أجلها، ويقول حتى الآن لم أوفيها حقها. حمود سلطان، اللاعب والإنسان، سيكون حديثنا معه في أول السطر، والتطرق لأمور لم يتحدث عنها من قبل. أعود بكم أحبتنا من جديد في أول السطر. عندما تذكر الحقبة الجميلة من الكرة البحرينية، عندما تذكر الكرة العربية الأسيوية الخليجية، ربما يأتي لاعبون ويذهبون لا أحد يعرف عنهم شيء، ولكن تبقى هناك أسماء لاعبين عمالقة قدموا الشيء الكثير. انت ذكرت رمز من رموز الرياضة البحرينية، انت ذكرت أحد الحراس العمالقة، انت ذكرت من أبدع ومن صال ومن جال ومن قدم لوطنه الشيء الكثير، انت ذكرت افضل حراس الذين مروا على القارة الاسيوية. لا يمكن ان لا ياتي حمود سلطان في المقدمة. هياك الله ابو حسام. هلا ابو حسام، شلونك؟ هياك الله. اول شيء اتشرف فيك، وانت عزيز علينا وعشرتك سنين طويلة، كل حب واحترام، وشخص معنى الرجل. الله يحفظك، لان متواصل ويانا، وما نسيت ربعك ولا نسيت أي الأجيال المرات حقيقة. الحمد لله، تستاهل يا أبو حسام، تستاهل أبو حسام. تكلمت عن المحرق أنا كثير، ماذا تعني لك هذه المدينة الجميلة التي تعتبر معلم جميل لكل من يذهب إلى مملكة البحرين؟ والله محرق شيء كبير في حياتي، محرق مولودة داخل، محرق كل شيء، هي دنيتي، حياتي وروحي. محرق شيء عجيب، ولدنا في هالمحرق تحس ان انت محظوظ. تشوف حد الان، اقول لك انا، تمشي في السوق محرق، تروح القهاوي، تروح على البحر، هذا اهل محرق ما يتغيرون. في صد تغيرت
الأيام والسنين تمر وذي واللي طلع بالمحرق لظروف يعني تعرف. نعم. بس الموجودين موجودين، أهل المحرق موجودين، أهل الفضالة وأهل بن هندي والمناعي والزياني وغيرهم وغيرهم، عدلك الخاطر وكلهم هذا موجودين يعني، بيوتهم موجودين، أهاليهم موجودين. الشياب تشوف يعني الصبح تروح القهوة تطالع تحس إن أنت يلحن كأنك زمان أول. تحب المحرق يا حمود سلطان إلى الآن؟ محرق؟ ياه أموت على المحرق، ما أقدر محرق، ما أقدر أطلع منه. يمكن أقول لك شيء تقول جامل أو وايد سمنه، إذا أطلع من الجسر محرق كنا أحد ظنطني ينقطع نفس مالي. محرق شيء عود عندنا، شيء كبير كبير، ما نقدر، ما أقول لك ما أقدر. أنا اللي أتكلم عن المحرق قلبي يعورني على المحرق، أحبها. خطت خطوتك إلى النادي المحرق كونك من سكان منطقة المحرق إلى النادي ذهب؟ خطوتي حق المحرق؟ إيه نادي المحرق. إيه؟ شلون رحت له؟ إيه محرق رسل ما كان أخوي ما يلعب في المحرق، وإنا صغار نلعب في الفريج، وبين بين النادي ماشي نمشي له تقريبا حق نادي المحرق. كنت أشوف أخوي وأروح يوم المباريات. ماجد اللي أكبر منك؟ هي أكبر، هو محمد هو أكبر، أنا أصغر واحد في البيت. دلوعة يعني الجعدة؟ أي جعدة، دلوعة أي دلعودي ولا شيء. زين أم شي وراء وأشوفه يدش الملعب أستاذ محرق القديم، يدش شو نسوي؟ ننتظر أحد من الشياب هاي يدش الملعب، هاي يودي يدخلني، هاي يودي من ثوبه ما يدري هو بعد يودي من ثوبه يدش، هذاك اللي يراقبون اللي يأخذون تذاكر يقولي شنو أنت؟ هاي أبوي أدش وياه أروح أشاهد المباراة، حتى المباراة اللي عقبها أدش، يقول تعال كم أبو عندك؟ لاحظ إن هذه هل صغير هذه كم ساعة يدش؟ يوم ذي أبوه وذي أبوه يعني هذا كم. وبس عقب الصدفة إن لعبنا مع الفريج، فريق الساحل مع الفريج منطقتنا بيوت الحكومة يسمونهم الكازينو، لعبنا مباراة ضد من المحرق، حارس مرمى أشبال المحرق، لا كنت مهاجم، جيت ضد المحرق ولعبت وسجلت هدفين عليهم وقلبناهم 2-0. شافني أحمد سلمي كان مدرب قال لي تعال تعال أنت أخو مايد شلون ما تجي؟ قلت له خلاص إن شاء الله باي. استانسيت يوم قالوا لي تعال نادي المحرق، استانسيت ورحت أول تمرين لعبنا، ثاني تمرين، ثالث تمرين، أسبوع، صارت مباراة ودية. يجيب أحمد سلمي فريق ونلعب وياه الأشبال هلون. وذاك الوقت ما عندنا حارس. قال من بيجلس حارس؟ قلت له أنا تبوي وياه إسبايلس. جت بالصدفة. إيه بالصدفة. إيه. ولست. قال هذه عارف حارس شو يلعب هجوم ويسجل شو هي لعبنا طوفت أنا. هي مباراة اللي بعد ذي اللي يقول اللي حارس، قلت لا 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 مرة أول مرة قعدت حارس، مرة ثانية لا بلعب ولا بسجل ما بي أحد يسجل علي. قال لي ما عندنا حارس، قلت له زي ما عليه يلا وايلس سجل. بعد عقب قال لي تعال حمد. خلص قعدت عقب هو حارس مرة. إيه قال لي تعال أنت حارس زين شو تقول سمونه؟ أنت حسيت يا حمود أنك حارس زين؟ إيه لأنك كنت أقلد أخوي مايد، واحب ان اطير واطيح على الكوره كيت قبل ودي، بس احبك واحب اسجل. مشكله الغريبه في تلك المرحله لما صرت حارس مرمى الكره البحرينيه، مع احترامي كانوا حراس المرمى في تلك المرحله لم يكن حراس مرمى بالمستوى الكبير يعني، ولكن تعجيب انك انت اخترت حراسه المرمى، يعني ما كان في حراس مثل اعلى لك؟ ما يعني ما كان يعني كان أنا يعني تعرف مباراة قبل ما تقدر تشاهده، ممكن مباراة تشاهده يعني. كان في محمد أحمد حارس منتخب، عبد الله الوليد نشوفهم هلول يعني نشوفهم يمكن في الشهر مباراة يعني هلول، بس نسمع عنهم يقولون دي حارس ودي حارس هلول، ما
ما بالنسبة لي أنا تدرج ترى بدون مدرب حراس بأمانة. الله ما أعطيني موهبة، الله ما أعطيني الموهبة. يعني كان أحمد سلمين تعرف ما قبل بس يشوتون وأطيح وذي زمانه. ما أعطاني مهارات ولا أعطاني ذي. يعني بديت حارس مرمى دون وجود حارس مدرب حراس. ما في لا لا يعني وصلت المنتخب، وصلت المنتخب، منتخب الشباب، المنتخب العسكري. لا لا ولا ما عندي مدرب. بسألك سؤال عيب. سؤال يدور في بالي. ربما أنت الحارس الوحيد يعني يمكن هذا ما حد يسألك. لكن أنا كوني معاصرك فترة طويلة من الزمن. أنت الوحيد اللي تلبس دينكسوت. يعني اسمح لي والقلة يعني في السبعينات أنت تلبس دينكسوت مو يعني فترة. شنو قصتك ويا دينكسوت؟ خلاص المفروض دينكسوت. كنت قبل ألبس شورت. زين. ألعب ملعب رمو في الناشئين. كل يوم هتزلق هتزلق تمللت كله عاد بتعرف إذا صارت الجرح يبي لك أسبوع يبره. قلت خلي ألبس بنطلون. تميت ألبس بنطلون. هذا أي سنة بدأت فيه؟ هو في تقريبا في السبعينات. في السبعينات. من السبعين في دول دورة خليجية لك 76 اللي لبسته في الرابع في قطر. في قطر إيه. أحبتنا في كل مكان مستمرين معاكم في برنامجنا أول السطر مع النجم الكبير نجم الكرة البحرينية والخليجية والأسيوية والعربية الكابتن محمود سلطان. لعبة طويلة حلوة من فاز منصور. مرة ثانية أقرب ناحية عبيد الشمري عبيد حاول يرسلها نفس المكان يرسلها عبيد توصل لكن محمود انطار حارس مرمى يطلع محمود سلطان يطير ياخذ كره حلوه محمود سلطان عدى 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 يلعب الحضره حضره على المرمى حارس مرمى طالع محمود سلطان يا سلام يا محمود يا محمود يا سلطان كره بينقذها لما انفرد فيها اللاعب العماني مره ثانيه خلفان زايد الى احمد خميس احمد خميس يجيب مع الكره داخل منطقه 18 خطره امام المرمى مدافعين اثنين امام المرمى حاول يحطها كره قويه قويه يا محمود يا محمود كابتن المنطقة البحريني لقدام إلى عاد خميس وخطرة الله أنا على طول أمامي أنا حزوير طالع في المرمى نص سلطان لعب راسي يعدي عاد الخميس ومحمد دام محمد دام كرة عرضية وحط الطرف تصل على الهدف على طول أمامي بعيد حمود سلطان نود حبيتنا من جديد في الجزء الأول مع الكابتن الكبير حمود سلطان. تحدثنا بو حسام في البداية دورة كأس الخليج الرابعة بديت تلبس دينكسوت مثل ما يطلق عليه في دورة كأس الخليج الرابعة. كنت ربما من لاعب صغير في العمر في تلك المرحلة وأمام نجوم ودورة كأس الخليج الرابعة يمكن تعرف اللعبة وأفضل لاعبين سواء من الكويت جاسم عقوب الدخيل العنبري إلى الفريق العراقي فلاح حسن علي كاظم مجموعة واجهت مشكلة في تلك المرحلة أمام هؤلاء اللاعبين. بطولة أعتقد كانت صعبة لك يا حمود. أكيد صعبة يعني أنا كنت أشوف هذه اللاعبين وأستانس عليهم كنت أخذ صورهم ولا أصيغهم وفاجئ يعني لقيت أمام نفسهم أمام لا أنا سمونا يعني أشوفه في الفندق أقول جاسم دخيل طرابلسي انا احب طرابلسي اقول طرابلسي بنلعب ضدهم بعد حمودي فلاح هذين كلهم نجوم سهيل مال الامارات سهيل سالم اي ومحمد غانم من قطر يعني تعجب يعني يعني لعبت يعني فعلا يعني لعبت رضيت عن نفسك في تلك البطوله الحمد لله يعني
هذه تولي يعني بدايتك يعني إيه بدايتي والحمد لله يعني صدق كان فريقنا بابان ما كان فريق ذاك اللي تقول لنا فريق بس أنا ظهرت مهارتي ظهرت فني في هالبطولة وحصلت كأحسن حارس رغم إن الأهداف يعني البعض قالوا شلون يعطونا لأن تعرف أنت بعد كان يقيمون قبل تقييم صحيح صحيح ما لصل الفريق الفائز بالبطولة إيش كثر صد حمود إيش كثر شلون دفاعه شلون فريقه شلون هذه الأمور هذه كانت تسمونها وفعلا وأنا قاعد ويت قاعد صور قاعد في البر يا ربع وشاهد المباراة النهائية الكويت والعراق زي فازوا الكويت واستاذ سيدنا وفرحنا ويا تشوف بس وزعنا عليهم قبل وزعنا لا تقول حمود سلطان حسن حارس وشنو الفرحة اي طبعا واستانس في البر وراكم واستانس وربع مستانسين استانس وهلك يا حمود اي استانس كل ما بقى حد يعني قلت دريت تسمونه ليش ما انت كنت هنا خلصنا قفلنا ورجعنا إيه. يعني ما خبروا تعالته كان مرات فصل عارف قبل استلم اداري او شيء اللون هذه كانت بدايتي وكانت اغلى كاس صراحه كابتن حمود سلطان في دوره كاس الخليج الثامنه 86 لم تشارك في هذه البطوله وتم استبعادك ربما لم تكن الذاكره شارك محمد صالح في تلك البطوله هذا ترك اكثر من علامه استفهام على نجم كبير متألق في الدورات السابقة في السابعة من قبل ثم السادسة من قبل ثم في بغداد الخامسة ثم يقيب عن بطولة داخل وطنه عندك مشكلة إدارية الآن راحت الأمور أم مشكلة فنية في تلك المرحلة لا والله الصراحة شوف أقول لك يا الاتحاد هو الاتحاد عندهم مشكلة وياه يعني صراحة شنو المشكلة أول ما المدرب قالوا له عطوا طريقي ترى هذه هو الكل في الكل هو اللي كله يعني حارس وكل شيء قولوا له ترى هذه أشهدوا فيك أشهدوا فيني زين بس ضروني شلون يقولوا له هذه ترى هو يتحكم في الفريق آه. هو كلمته تمشي يا اللاعبين سوى المدرب وقال هذه ما يتمرن وايد يقولوا له بعد يعني له. جيت التمرين أنا وقال كلمة يقول أنا قال لي مو بنت حسب واحد ولا ذي كيت يقول لي أنا ساكت ما يقول لك المدرب إيه هذا استفزازي إيه مهم قال أنا إحنا نسوي له امتحان شلون امتحان امتحان مفروض أنت تسوي حق المدرب امتحان بتاريخك امتحان شنو هو والله تلمه اللياقة قال لي باكر انت عندك امتحان خلاص يبيك الريال خلاص حطاني في راسي اي حطي براسي اي الله يسلمك شلون امتحان شنو امتحان الجري هذا مثل كوبر نعم. تركض على الملعب ركض ما في كم اسمه كم دقيقه تاخذ جنب ايش كثر تقدر تاخذ اي لا حطاني في شيء والله نمت من وقت وجيت الملعب ويا الفريق يعني حط عليهم انا ما توقعت ان احطم اللي هو كان في بالي اللي ان انا ما اقدر ولا في شيء عقب ذي عقب الاختبار خلاص طحت انا طحت تعبت رحت ودوني المستشفى لان ضغطت على روحي وكلش قلت حصل فرصه ما جيت يومين في المستشفى حصل فرصه قال هذه هاي تقيبها كده ويت قال لا هذا بدون عذر لبيت العذر كده هذه مستشفى قال لا ما في عذر عرفت ان حد من اللي ما كان يبيك اداريين اثروا لان حدد اسماء ايه ولكن عرفت ان بعض الاداريين ما يبون حمود سلطان اي نعم واضح ويولي والناس قاموا والناس شلون دي علينا قص خليج في البحرين ومحتاجين بناخذ قص خليج وكيف وكيف سووا اجتماع بعدني هو بعدني خلاص سووا اجتماع هاي قبل الدورة بأسبوع قال حمود يرجع اجتماع أتذكره في الخفر السواحل يحنا أتذكره في خفر السواحل في سمنا
قاعده. من كان رئيس النادي ذاك؟ رئيس الاتحاد انا ذاك. اسم الراشد والنائب عطيت الله والاداريين قالوا لا مو ترجع. قال وياي رئيس النادي الشيخ عبد الحمد الله يذكره بالخير والله يرحمه خليفه بن سلمان وقعد الاجتماع حمود ترجع اكتر بلدي شو ما ارجع تبون بس قول حق مدرب يو قالوا حق مدرب قالوا لا انا او هو في البطوله هذا قاصدك عدل يعني هي خلاص يعني شيلوني انا باقي اسبوع شو يسوون ما يقدروا يشيلوني اما في بالهم ما يقدروا يشيلوني وكانت اسوء نتائج البطوله اسوء عقب شو سووا قال احنا غلطانين شو غلطانين انت تدرب غلطانين المفروض هم يقولوا له مع السلامه اي يعني هن... انت مقتنع بان هذا قاصد سين من الناس قاصد وانا هذه كانت امنيتي انا العب في البحرين امنيتي نحقق بطوله وكان لاعبين وياي لاعبين قالوا خميس عيد ومريان ومحمد محمد ولاعبين يعني قالوا سبيعي يوسف سبيعي كان لاعبين معنى الكلمه هذا ما اثر عليك نفسيا ولا هذا اعطاك قوه واصرار يا ابو سلطان انا تقبل التحدي انا قاعد في البيت اشاهد المباراه والجمهور يصرخ في الملعب يصرخ باسمي كم تسوى هذه يعني حتى نسيبي يقول انا العب وانا نفسيتي تصير سمنه حمود سلطان الشيء اللي الان ربما لا يعرف المشاهدين البطولات التي قيمت دورة كأس الخليج في البحرين لم تشارك فيها كل صدق وكل بطولة هذه يمكن حتى ما تسلك فيها ولا بطولة ولا بطولة في المملكة ولا بطولة ولا كانت عربية شيء حتى كانت الخليجية تعورت في دورة كأس الخليج العاشرة في الكويت دار جدل في تلك المرحلة انك انت ليش عطيته سمير سعيد المفروض انا احسب الحارس مرمى انكتف وسائل هل هذا دار الكلام ولا دار مشكلة انه ليش الحارس يعطونه هو فايز بالبطولة لا لازم يدورون واحد ثاني شوف حصل هذا الكلام صح حصل اقول لك قلت يعني مع احترام الله يرحمه مع احترامي حق سمير من حراس ذي وتو بارز وذي بس سمير عنده فريق قوي وكان فريق فاز في البطولة وفرد دوري حارس ثاني يعني لا وانا لعبت المباريات اجيب لك الجرايد الكويتية والخليجية حمود هو افضل حارس حمود هو نجم المباراة كل مباراة نجم المباراة ولا مباراة ما طلعت نجم المباراة ما يعني تعجبت انا يعني قاسم وقال حمود وسمير كل واحد احسن حارس حبيتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم وجديد مع النجم الكبير حمود سلطان في برنامجكم أول السطر بقى معنا عادل العباس الله فواز لكن وين تروح حمود سلطان ناصر الغارب في الكورنر فايز براسه حط راسه فيها فايز لكن سهله فيها مو سلطان خالد مسعد يلعبها عند حارس المرمى يلا يا خالد حلوه زاويه يا خالد ما عليه حلوه الكره مسعد ومحاولات الان واضحه للمنتخب السعودي لتعديل نتيجه المباراه العويران شوف راح يسدد الان قويه الوطني يرفع الكره وحارس المرمى محمود يطيح لكن يحطها كره معاد لعب حتى براس الله شوف حيسوي فيها زاهر بعديها زاهر فيها ونحن نلعب سلطان يرجع مرة ثانية الفكرة توصل إلى ناحية فروي وبيت حارس المرمى سددها مو سلطان مو سلطان على طول
نعود حبتنا من جديد في برنامج كم أول السطر مع النجم الكبير حمود سلطان. حمود، سمت حسام على رفيجك الشيخ حسام؟ نعم. صداقة قديمة حميمة في تلك المرحلة. شوف، الشيخ حسام صديقي في الدراسة، وعقب سافر، عقب التخرج راح سافر، راح الجامعة الأمريكية ورجع، وصار بعد لاعب كرة اليد في نادي محرق، وبعد لعبت وياه، وبعدين عقب صار في النادي. فعلا الشيخ حسام رجل معنى الكلمة. لا زال صديقك ولا يا بات؟ انا اموت انه صديقي الشيخ حسام، رجل حالات نادرة الوفاء الان يبقى بعد هالعمر هذا كله، تبقى تسأل شخص تقول لك انا للحين اقطع، يعني فيها شيء من الوفاء كثير. لا الشيخ حسام، لا يعني انا ما انسان معنى تواضع، يعني معنى الرجال، معنى الاخلاق، معنى. انا اقول لك، لو تقول لي سميت الشيخ حسام ولدي، لو ودي سميت خمسه كلها حسام عشان حسام. ما شاء الله. اي والله، يعني حسام يمكن زعلوا الناس وايد على الاسم، وزعلوا وحطوا في خاطرهم ليش ما في الا حسام يسمى. تعرف حسام قالي، وهذا انسان ما مستحيل انساه ولا بنساه، لانه يعاملني كعمل اخو، ما معه شيخ ورئيس الديوان، كان رئيس الديوان وكان دي ولا تغير، ولا كانه تقول لي هذه واحد شيء جلس وياك يومك، امر عليه وازوره كل في الاسبوع، امر عليه في الاسبوع مره، امر عليه في المجلس اذا في شيء يتصل بي اتصل به، ساعات اسافر وياه اذا في امور اسافر وياه، يعني يعاملني معامله. حتى كان في النادي تصور يعني اداري يجلس وياك ويتناقش في امور، يقول ياخذ راينا، ياخذ راي بكل راي اللاعبين، راي شيء. واحد انسان يعني مفتوح وعقله، وفي شيء اللي تصور كل مكان يدش فيه ينجح، ينتج. جيت في النادي، جيت في شغله، جيت في شغل ابوه، جيت في عمله، كل شيء ما شاء الله عليه. يعني انا من الشخصيات هذه نادره، الواحد ناجح في كل شيء في عمله. ام حسام ساندتك كثير في حياتك؟ لا وايد، تحملت وايد، لان وفي نقطة قبل أتحمل، كانت ما تحب حمود سلطان بعد. والصراحة أقول لك هذا ما فهمه، أنا ما فهمته. هي قبل يسألون حمود سلطان، أخوها يقول لي تعرف تكرك أن تطلع أنت في التلفزيون، يقول هاي هذه وايد متكبر، متكبر. عقب يوم تقدم خلت لي ليش. هي صراحة يعني شيء سندتك وايد وقفت معاك. لا وايد هي تحملت سفرات، هي تحملت المعسكرات بشهور ويا العيال، وتحملت وايد وايد. تحبها للحين يا حمود؟ بعد بعد اذا ما حبيت، بس ما في دخيل. لا تحبها، لا زال الحب موجود. هي حب موجود اكيد، بعد اخر عمري بعد ينقطع الحب. بس لا شو تحاول تعلم عيالك يا حمود سلطان؟ هل لا تحدث عن الرياضة، لكن في اشياء تحرص على أولادك يكونوا موجود فيها، شنو؟ أول شيء يكونون عندهم حب الوطن، مهما كان حب الوطن أهم شيء، وثاني شيء حب محرك. غرست فيهم كلهم، حتى البنت تحب محرك، وبغرس في عيالها. صرت جدي يا حمود؟ إيه، كبروني شو أسوي بعد؟ كبرك عندهم لازم يصرون على شيء، إذا هم صادقين في شيء، في عمل، في شيء وفي صادقين لازم يصرون فيه، ما يغيرهم أي شيء. هذا اللي حاولت رسخه. هي ولا المادة ما تأثر عليهم، المادة ما تأثر عليهم، ما تغيروا على الناس، صار مشهور أو منصب أو منصب، لا لا ما لازم تواضع. إذا صار مثل أبوهم، الحمد لله رب العالمين، أهلي علموني وربوني، التواضع أهم شيء. دي لأن شنو الشيء اللي تحبه في أم حسام دائما تحبه تصفه فيها؟
أم حسام ما شاء الله عليها، أول شيء البيت هي عليها، هي إذا جيت البيت تبي تعدل لك تعدل لك، يعني صراحة طباخة طباخة، تطبخ زين. هي تطبخ زين، أم عندها شغالة بس ما ترضى. شنو الطبخة اللي تحب تأكلها من يدها؟ هي تغصبنا المشبوس المشبوس، وكنت ما أحب الربيان قبل، قصبت لي وعلمتني على الربيان مشبوس. أحلى شيء الربيان، أحلى شيء، بس كنت ما أحبه قبل من زمان يعني، أول ما ذي علمت ويا تمت عقب أحب الربيان أكثر شيء ويا الصافي. هذه في الدراسة كنت كسلان؟ إيه كسلان أقول الصراحة. الكرة شغلتك وايد؟ خذتني كرة قبل، أقط الكتب وأشرد وأروح النادي، وإذا عندي العصر عندي وقت إضافي يسمونه، عندنا وقت إضافي أو دراسة، لا ولا أدريب الدراسة ولا شيء، خذتني الكرة، حبيت الكرة. بس أعطتك الشيء الكثير كرة يا حمود سلطان، يعني شيء الله عوضك شيء بشيء آخر. الحمد لله، شوف مستحيل أحد يحصل، يعني صعب تحصل حب الناس، الله معطيني هذا الشيء، أحمد ربي إن أعطاني حب الناس، لو أدفع ملايين لو أدفع شنهم قاعد حب الناس ما 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 لا قيمة يعني. لا ما لا لا, لا ما بالعكس أنا عندي قيمة. لا قصدي يعني مهما تدفع لكن حب الناس شيء كبير. هي حب، هي لا حب الناس يعني هذه يعوضنا على أشياء وايد، والله يعوضنا على أشياء وايد وايد، يعني تحصل المشكلة الناس يقفون ياك، شيء مو معقول يعني في البحر في الخليج كله، ان مشكله في شيء، ان رحت اي مكان اي ديره تروح لها والله تحس ان انت فعلا حمو سلطان، ديال الحين كان حمو سلطان تو مولود تو يحبون الناس، هذه نعمه من الله الحمد لله. في مواقف خذلوك بعض الناس فيها؟ لن احدد اسماء، ولكن كنت اتوقع في ناس توقف معاك في بتاريخك هذا الكبير في حياتك على مراحل متعدده، ولكن بعض الناس خذلوك، لن احدد اسماء. اي لا لا خذلوني في وايد، خذلوني في لا، بس انا اتحمل. اثرت بنفسك؟ اي اثرت، بس انا تعلمت الحين، انا الحين طال عمرك حصلت ابره من هالاشياء دي، ناس خذلوني اشكره يعني، وناس قطعت علاقتك معهم؟ لا بعضهم اخلي مع سلام عليكم السلام. السلام عليكم السلام، انا ما بس ماكو ود بينك وبينك. اي ما عندي احد انا، لا قصدي ماكو ود. اي ما في ود خلاص، لان ليش؟ لان انا اذا انت ما توقف وياي في الامور او لان مشكلتهم شنو؟ انت بقول لك مشكله انا مشهور ومعروف، ناس يغيرون ترى في وايد يحسدوني. تاريخك اساسا شو تقول له معك؟ شو فاهم فيهم؟ يحسدونك والله، يحسدونك، يحاولون كل ما يعني مثلا انا علاقتي وياك يجون لك انت ترى احمد هاللون هاللون، يتغير علي، وعقب يعرف عقب كم سنه قلت ترى والله تصدق انا غلطان، شو سمعت شو انت تعال يقول لي دافع مثلا انا قلت كلام عنك او في وايد، ترى صليتني وايد وايد، بس الحمد لله انا ما اهتزيت، عندي ايمان بالله قوي وفي الناس الطيبين اللي يحبونك ويقدرونك، وفعلا يعني ما هذه ما انساهم، مستحيل انساهم. يعني في اشخاص ما يسقطوا من ذاكرتك يا حمود سلطان حتى الان تتذكرهم بالخير؟ بعض الناس الان لما يمر عليه اسم سين من الناس رقم اني مكربه ما شاهده من زمان، ولكن يقول الله الله يذكره بالخير. وايد في ناس، من اللي تقول الله يذكرك بالخير؟ وايد، على سبيل المثال عندك اسماء محدده؟ اي بقول لك ان شاء الله ما انسى احد. تفضل. اول شيء الامير الله يرحمه الشيخ عيسى، يعني الله يرحمه، وما انسى وقفته وياي، ولا من اي اذا ماي من ويا النادي يسال عني، هذا اول شيء. انا الوالدين خليهم في صوب، الاهل خليهم في صوب، ما بذكرهم. لا خليها في صوب. هذا شيء الملك الله يطول في عمره، الله يحفظه، خاصه رياضي بعد، رياضي ومواقفه وياي ما انساه بالله العظيم، ما انساه، مستحيل انساه، يعني كفايه يعني في الملعب انا ما يلحن، انا ما شفت
ولا بات شفت في, 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 في العالم كله يوقفك ويودك ويفسخ ساعته ويعطيك اياه هديه. يا سلام ما في ما شفت انا طبعا هذا ما انا ما شفت ولا صارت ولا صارت في العالم كله. انا ابي يمكن في السعوديه مثل المصباح اتذكر العيم صار في المصباح وعطى الملك عطى اتذكر اي اتذكرها بس هي يفسخ ساعته اللي لابسها في المباراه ويعطيك اياها هذا شيء سمح. هذا فيه تواضع كبير. هي هذه شيء ذكرى في حياتي ما انسى وايد انسى. عندي طال عمرك الله عندي رئيس نادي محرك احمد بن احمد الله يذكره ويعطيه الصحه والعافيه وقفته وياه وقفه كنت يعني مواقف تعبانه حد يعني كنت نعم وقف وياي يعني كان انا اقول لك مكشوف مستحي ولا شيء يمكن حتى كنت محتاج ابني بيتي نعم. بنيت بيتي وقف بيتي صار الماء ولا بيزات يا خذوا سيارتي المحامي مال المقاول خذ سيارتي وقف سيارتي ويت الملعب والشيخ شاف لنا مالي ايش فيك قال لي لا انت ما تزعل انت لازم ما نزعلك انت حموس سلطان ما نزعلك اعطاني شيء قال لي روح طلع السيارة وخلص بيتك. يا سلام. رد مره ثانيه وقال لي تفضل هاي بعد كمل بيتك. شو تقول شو الموقف ذي هذا اللي ما بنسى ولا بنسى مواقف هذه الجميله ما تنسي. بعد في وايد مواقف وايد مواقف يعني في مواقف الله يرحمه الامير فيصل فهد وانا كنت في العلاج في الهند صارت جلطه تعرف اتصل بي تلفون وانا على الفراش قال لي السكرتير ماله الامير فيصل ابي تعجبت تفاجات نعم قال لي حمود ايش فيك قلت له والله طال عمرك فاتني جلطه في الطياره واحنا قال لي لا شيبك الهند طياره تجيلك خاصه وتاخذ اهلك من البحرين توديك تروح امريكا دكتور يا مالي يا سلام وين هالوفاء هذا الان انا كله انت تتكلم يا حمود سلطان اسمح لي الان وين هاللي تحكي عنه الوفاء اللي كان ايام زمان الوفاء والمحبه والاتصال والفزعه الان اصبحت هذه قليله تحدث ما في لا ما في صعبه بتضيف اسماء ثانيه بعد هي وايد ترى اقول لك بتعجز بتقول لي لان ناس في قلبي يعني كذلك رئيس الوزراء مالنا الشيخ خليفة يوم درى ان انا في طحت في الهند سيده قال سيده عالجوه سيده هو دخل المستشفى ده ما اخر ما قال رئيس تقرير لا سيده على طول حمود هذه حمود هذا ما صار يعني بتجي لك أسماء يعني عجيبة ناس مواقف يعني شيخ حسام جات مواقف وكان يتضرر من ناحيتي أنا بس وقفة ولا بدعي ما أنسى بدعي دي ما أنسى تتذكر هذه المواقف وايد كبير يا حمود لا شيء يعني ما اقدر اقول لك انساهم الامور ذي بعد ترى تبي احط لك اسامي يعني في مواقف تعجب شلون ذي الناس الطيبين ناس الحين قليلين تحصل لك هلأ. قليلين حقيقه وايد قليلين نحصلهم هذه الامور اللي انا متى دمعت عينك حمود سلطان لما تعيني موقف أثر فيك كثير وفاة الوالدة الله يرحمها الله يرحمها ولا وقبل حاجة بعد الوالد الله يرحمه هذه شيء حزب الناس تعرف بدونهم صار مولنا أحد يعني صراحة حتى الآن تتذكر والد الوالدة رحمة الله يعني الوالدة الله سلمك شنو أغي أنا بروح الملعب قوم تقده وتعرف ان انا ما اكل قدر من المباراه ما
احاتي وافكر. قلت لي ان شاء الله خلاص تخلي لي حق العشاء وتدعي لي. الله من تحس تحس الدعاء يا احمد لما تروح سبحان الله تروح اروح الملعب. واذا متعادل تعرفني اذا متعادل او خسران لا سمح الله تعرفنا الله يسلمك العشاء بيبان مع السلامه تعرفنا انا ما بركب واركب فوق. وتقول لي ويوم تفوز تشوف اول وحده برا ويا حريم الفريق كلهم يوم ناخذ البطوله تسوي الياسمين حق الفريق والمشموم وتستقبلهم في الفريق هناك لا وتدعي لك يعني ما تطلع الملعب هي دي تحب فوق راس تروح اعرف في ساعات في ساعات هي من تحبك مني ومني اتفاعل انا خلاص يتابعون كانت الوالده رحمه الله الوالده مبارياتك تحب ذي والتهاوش في السوق التهاوش ويا ذلين مال الفرق اي لانه ما يعرفون الا يعني رغم انه ام مايد هي لان اكبر واحد مايد ما يقول لا ام محمود تقول لهم ليش خلينا ما نعرف الحمود يعني هو المشهور يعني ازيد واحد وذي رغم انه صغير هو المشهور تهاوشهم ما تعرف تطلع السمك ما تشتري من عنده قال يلا روح ذلف ما في الخضر يقول له شيء لان في مال فرق تعرف مال حوله مال الاهلي مال البحرين. الكلام وياك حمود سلطان ايضا راح يكون في الجزء الثاني لان تاريخك طويل ومشرف. شكرا لك يا ابو حسام. مشكور حبيبي تسلم. احبتنا في كل مكان وصلنا معكم نهايه برنامجنا اول صدر. طبعا في الجزء الاول سيكون ايضا الاسبوع القادم ان شاء الله الجزء الثاني مع الكابتن الكبير حمود سلطان. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه. ادعو الكويت في صلاتكم ان الله يحفظه من كل شر. نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم. مع السلامه. ليش النجوميه في الملاعب البحرينيه لم تعد كالساب؟ ما في اهتمام. اهتمام ما في. خلينا نكون واقعيين. المدرب الوطني ما يعطونا قيمته. سؤال يطرح في بالي ايضا وين المحرك؟ عندي تعبان ترى. ما عندهم المادة. هذا مو عبق يخلص لك. لا تقول لي صار الاحتراف. لا يا احتراف عندنا احتراف. لا تقول احتراف ما عندنا احتراف. تفوز على الفريق المنظم يخضع عندك الكاس. انت تكفلت باعتزالك؟ نعم. تعرف شنو الاتحاد ما وقف معاك؟ لا سامحني ما وقف كلش. هل حطون صورتي صورة واحدة ما في الاتحاد تقول صورة ما في في الاتحاد تعرف جماعيه إيه؟ اذا ما حد حمود يحطوا الصوره ايش تبي